اكيد في تركيز اكبر. دي مباراه مهمه جدا، مباراه قمه، الناس كلها بتتابعها، واكيد احنا عندنا حافز ان احنا نكسب، لان انت برضو مباريات الدوري كلها بتقربك، وخاصه المباريات الكبيره زي دي، وبعديها باربع ايام عندك مباراه المصري، فهيبقى دافع المكسب، هيبقى دافع كبير جدا للفتره الجايه. فلا، في تركيز ان شاء الله، مباراه مهمه، انما احنا ان شاء الله زي ما قلت لك اهم نقطه نوصل ليوم المباراه بكل قوتنا، لعيبتنا كلها تكون كامله ان شاء الله، وما عندناش اصابات.